ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين معايا. النهارده هعمل معاكم القرص اللي بالحليب، كلنا عارفينها وعارفين طعمها الجميل، والنهارده هعملها معاكم وهتعجبكم جدا. يا ريت تتابعوا معايا الخطوات وتشوفوا ايه وتشوفوها معاكم خطوه خطوه. ويلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. المكونات معايا كيلو من الدقيق، معايا كوبايه من السمنه، يا ريت تكون زبده، معايا كيس من البيكنج باودر، ومعايا معلقتين كبار من اللبن البودره، ومعلقتين من السكر كبار، ومعلقتين كبار برضو من معايا من الخميرة، ومعايا معلقة واحدة كبيرة الا ربع من الملح. يلا نبتدي. ومعايا هنا اللبن اللي هعجن بيه على حسب ما الدقيق ايه ياخد معايا اللبن بالظبط. يلا بينا نكمل الخطوات ونشوف وهنعمل ايه مع بعض. يلا بينا نبتدي. المكونات معايا الحاجات اللي قلت لكم عليها، الخميرة والملح والسكر واللبن البودرة، هنزلهم تمام، وهياخد معاكم اللبن البودرة، قصدي معلش البيكنج باودر، هنزله كمان تمام كده. دلوقتي هقلب كل المكونات اللي انا نزلتها في قلب الدقيق. الدقيق طبعا نخلته مرة قبل كده تمام كده. خلاص قلبت كل المكونات، هبدأ انزل بالزبدة اهيت بكوباية الزبدة معاكم، وهبدأ ابسها تمام كده اهيت. لحد ما كل الدقيق يتغلب بالسمنه، لازم الدقيق كله يتغلب بالسمنه كده اهوت، شايفين؟ على فكره القرص دي جميله جدا، هي دي الوصفه دي كانت ماما دايما اللي بتعملها لنا، وانا اتعلمتها من مامتي، وطعمها جميل جدا وتنفع معاكم للقرص للمدرسه وكل الحاجات دي. هوريكم حاجه حاجه مع بعض. للمدارس اللي داخله دلوقتي، المدارس خلاص داخله، ممكن ندي اطفالنا منها المدرسه. دلوقتي هبدا انزل اللبن، خلاص بسيت الدقيق، شايفين عامل زي حبات الرمله المبلوله كده اهوت، شايفينه؟ تمام كده خلاص اتغلف معايا كله بالزبده. هبدا انزل باللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنزل طبعا الكميه كلها، اعجن لحد لما العجينه تلم معايا كده. طبعا محتاج تاني، هفضل ابدا انزل في الحليب لحد ما العجينه تلم خالص، تبقى عجينه ماسكه نفسها اهوت. طبعا هفضل ازود لها في الحليب لحد ما العجينه تلم. هي بدات تلم معايا اهيت. اهم حاجه بتحتاج عجن كتير، نخدمها في العجن شوية، لانها بتحتاج عجن كتير جدا. كل ما تعجنيها كل ما تكون النتيجة معاكي احسن واحسن واجمل. اهي العجينة اهي، بعد ما نزلت اللبن كله خلاص، هي كده مش محتاجة لبن تاني. هفضل اعجن فيها مثلا بتاع 10 دقايق لحد ما تلم خالص. دلوقتي نزلت العجينة على الرخامة تمام عشان اعرف اعجنها كويس واشبعها عجن تمام، لان الطبق مش مساعدني اهي. تعجنها اكتر وقت ممكن لحد ما تلم معايا. دلوقتي خلاص كده خلصت عجن فيها، قعدت 10 دقايق اعجن فيها، شايفين العجينه معايا بقت طريه، اهم حاجه تبقى طريه جدا زي ما انتوا شايفينها كده. بس كده وهحطها في طبق اللي انا العجن تمام كده اهيت، وبعدين هغطيها بورق الاسترتش واسيبها لحد ما تخمر اهيت. خلاص هغطي عليها دلوقتي هنا، بعد ما خلاص غطيتها بالاسترتش هسيبها لما تخمر وارجع لكم عشان نشكلها مع بعض. خلاص العجينه خمرت معايا اهيت، زاد حجمها وريحه الخميره كمان طلعت اهيت، بسم الله ما شاء الله جميله وهشه جدا، بسم الله اهيت. هبدا بقى اشكلها معاكم واجهزها واحطها معاكم في الصواني. الصواني دي ورق زبده انا عملتها تمام اهيت، هدخل على طول عليها الفرن هنا. وهنا معاكم خدت حته من العجين وهبدا المها كده اهيت،
اهيت، بفضل المي فيها من ورا كده تمام، واروح ضغطه بقى من هنا. نعمل المقاس اللي احنا نحبه تمام. هحطها على الرخامه اهي قدامكم وهبدا افردها كده تمام. اهيت دوت المقاس اللي انا عايزاه اهوت، شايفينه؟ وهبدا احطه في الصينيه اللي انا حطاها اهوت بالشكل ده تمام. هبدا اعمل معاكم واحده كمان، باخد من العجينه واكون مغطيها عشان ما تنشفش. اهيت اهيت، وابدا الم فيها كده، واروح بقى بدا ماسكاها لميها كلها اهيت. ونحاول ان احنا نخلي كل مقاس واحد تمام. اهيت اهيت، وهردين هروح فرديها اهي تمام كده. نحاول نظبطها ونسويها عشان ما تبقاش شكلها مش حلو. اهي شايفين جميله خالص معايا، اهي شكلها مدور ومظبوطه تمام. اهي هحطها برضو في الصينيه واكمل الكميه كلها وارجع لكم. وهنا فردت واحده بس كده، وهعمل لها حشوه بقى اللي بيحبها محشيه. معايا جبنه هنا اللي هي المزبده، اللي هي بتبقى ملحها زياده شويه لان الدلع طعمها مش هيبان. وادخل حته هنا صغيره مش كتير، واروح لميها برضو كده زي القرصه، زي الطريقه الاولانيه اللي احنا عملناها اهيت. وهنا اهو لميتها زي ما قلت لكم، واهو لميتها زي ما وريتكم. وبعدين اروح فرديها، دي اللي هي محشيه بالجبنه. وفي اللي عايز يحشي جبنه رومي، جبنه موزاريلا، اي نوع جبن هو عايز يحشيها يحشيها، بس انا بحب اللي هي فيها ملح اللي هي الحادقه عشان طعمها بيبان بس. وهحطها برضو في قلب ايه الصينيه، هعمل شويه ساده وشويه محشيين. واللي يحب يحشي اي حشوه بيحبها يعملها تمام. والاحلى حاجه من في القرص دي ان هي تنفع المدارس للاطفال، ممكن نديها معاهم للمدرسه، نحط لهم في اللانش بوكس كده. دي برضو من افكار المدارس معاكم. هكمل الكميه بقى كلها وارجع لكم اقول لكم هنسويها ازاي. معاكم شكل تاني غير الشكل المدور اللي انا وريته لكم، والحشوه اللي انتوا عايزينها دي ممكن تعملوها، ممكن كمان بالشوكولاته لو محتاجين. الشكل التاني اللي هو العادي اللي احنا عارفينه، اللي هو بتاع اللي هو بتاع القراقيش. انا قلت اغير يعني، اصوع في ايد الاطفال عشان يحبوا ياكلوه، اللي هو الشكل العادي ده تمام. برضو بيخش الفرن على درجة حرارة 200، بيقعد بتاع 10 دقايق بالظبط ويطلع. هرصهم برضو في الصينية واوريهولكم. ودوت شكل تاني معاكم، دمت شوية كبار دمت، كنت انا سبتهم لما خمر، لما بيخمروا بتتك عليه كده بيتضاعف حجمه، لكن اللي انا لسه حطاه لسه صغير، هسيبه برضو شوية لما يخمر وهتلاقيه برضو اتضاعف حجمه، وهفرده وهدخله الفرن ايه يستوي زي ما قلتلكوا على درجة حرارة 200، وهسيبه لمدة 10 دقايق واطلعه. وده شكل تاني معاكم، اللي يحب طبعا يعمل مدور يعمله، اللي يحب يعمل اللي هو الطويل دوت يعمله. والافكار معاكم، كل واحد يعمل اللي هو ايه اللي مزاج منه. تو انا كنت طبعا القرص صغيره بتضاف حجمها لما بسيبها شويه عشان تخمر، هي دي كده خلاص خمرت معايا، سبتها شويه بعد ما قرصتها وخليتها قرص كده. هدخلها بقى الفرن وهتستوي على درجه حراره 200 لمده 10 دقائق بعد ما هي تضاف حجمها كده. واللي هي برده المطوله بصوا تضاف حجمها، لما كل ما تقعد بتخمر ويتضاعف حجمها، وببدا افرد فيها كده بصوابعي فبتبدا تطول معايا وتعرض بس. وهدخلهم الفرن واوريه لكم بعد ما يطلع. طبعا الصواني اللي زي دي اللي مش هتحط لها ورق زبده، هتمسحها بمسحه بسيطه خالص من الزيت، مش كتير، حاجه خفيفه جدا. ولا هتحط لها ورق زبده طبعا ما بتحتاجش معاكم زيت، لكن مش هتحط لها ورق زبده تنسوش تمسحوها ايه معلقه صغيره من الزيت جدا تمام. اهوت شكله في الفرن اهوت، اول ما يبدا يحمر من تحت ممكن اوريه لكم، شايفين ديت؟ هبدا اقفل عليه واولع من فوق لحد ما يستوي ويبقى لونه كامل مستوي كامل معاكم زي ما هوريكم. الشكل النهائي معاكم للقرص اللي بلبن، يا رب تكون عجبتكم، هي طالعه جميله جدا معايا. ايه رايكم فيها؟ جميله، ما تطولوش عليها في الفرن تمام، لان هو ده اللون الحلو ليها والطعم الجميل ليها. خلوها على اللون دوت، ومعاكم برضو القرص اللون دوت، متخلوش اللي هو الغامق، الغامق هتبقى مش حلو معاكم، خليها يا دوبك اللون الفاتح دوت. وزيد كمية الكيلو اللي عملته معاك، الكيلو من الدقيق عمل معايا 6 طبقين دمت. ومتنسونوش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب، مع ألف سلامة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم.